إذن مشاهدينا هذه الصور. لا تفرق كثيرا مشاهدينا عما يجري في بيروت، انفجار على ما يبدو بأنه الأعنف منذ فترات طويلة. تنعم العاصمة السورية دمشق بشيء من الاستقرار. هذا الانفجار مشاهدينا في حي مكتظ بالسكان، إذن كما نشاهد مشاهدينا هذا الحي مكتظ بالسكان المدنيين. نشاهد هذه الصور، الناس تحاول أن تساعد بعضها البعض. إذن الإعلام، إعلام الحكومة السورية يتحدث أن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط الأبنية 14، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات. مشاهدينا نذكر بأن هذا الانفجار حز وسط العاصمة السورية دمشق، حي المزة تحديدا. الإعلام السوري الحكومي يتحدث بأن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط أبنية 14، والمعلومات الأولية حتى اللحظة مشاهدينا تشير إلى وقوع إصابات. المرصد السوري مشاهدينا يتحدث عن عملية اغتيال. نذكر مشاهدينا بأن هذه الاعتداءات متكررة على العاصمة السورية من قبل الطائرات الإسرائيلية، هكذا تتحدث الأوساط الحكومية السورية. وهذا آخرها الآن الذي نشاهد الصور التي تظهر على شاشة الحدث، صور أولية للموقع الذي تم استهدافه. هذه صور جديدة. نذكر فقط من انضم إلينا بأن هذا الحي هو حي حيوي مهم في وسط العاصمة السورية دمشق، وفي هذه الأوقات يكون مكتظا بالسكان، سكان العاصمة، وفيه شوارع حيوية مشاهدينا ومسار للسيارات تلاحظون من خلال هذه الصور. هذه الصور التي تأتي الآن مشاهدينا. الله طالع يعني ماني شايف العشرة. مكتظ بالسكان. طالع
الأبنية متلاصقة، الكثافة السكانية كبيرة في هذا الحي مشاهدينا، وهو حي معروف لمن يزور العاصمة السورية دمشق، وهو حي يشتهر بالمحال التجارية وكذلك حركة مكثفة للناس فيه دائما في هذه الأوقات بين السادسة مساء حتى 12 ليلا. إذن الإعلام الحكومي السوري يتحدث أن هذا الذي جرى للتو هو اعتداء إسرائيلي على الجغرافيا السورية على حي المزة تحديدا. نلاحظ مشاهدين حركة الناس في هذه المنطقة، محال تجارية، أسواق، وكثافة سكانية عالية في هذه المنطقة. إذن مشاهدينا تلاحظون هذه الصور، نذكر للذي انضم إلينا الآن، الإعلام الحكومي السوري يتحدث عن اعتداء إسرائيلي على وسط العاصمة السورية دمشق على حي المزة تحديدا، وهذا الحي مكتظم بالسكان المدنيون، أسواق تجارية، الأبنية متلاصقة فيما بينها البين، وحركة الناس في هذا الوقت في هذه المنطقة معروفة بأنها كثيفة للغاية. إذن المنطقة هي بداية الشيخ سعد بالمزة تحديدا. هذه المنطقة في المزة بداية الشيخ سعد تماما، بنايات الـ14 كما يسميها السوريون. زار زار خالد زار.